ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون دقيقة مع ناصر قنديل برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز ستون دقيقة مع ناصر قنديل تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع مواقف قادة وناشطين رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون دقيقة مع ناصر قنديل تحياتي أحبائي وأعزائي متابعو برنامج ستون دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة الحلقة السادسة والأربعون من العام 2016 في هذه الحلقة نحن ندخل مع شهر رمضان المرحلة الفاصلة من الحرب السورية هذه المرحلة التي تهيأت لها الظروف والمتغيرات شكلت مقدمات نحو بلوغها منذ الثلاثين من أيلول من العام الماضي أي منذ بدأ ما عرف بعاصفة السخوي والتموضع العسكري الروسي في سوريا واحتاج الأمر من الحلفين المتقابلين اختبار مجموعة من الخيارات ومجموعة من الفرضيات والدخول في مجموعة من التفاهمات ومجموعة من المواجهات حتى وصلنا إلى هذه اللحظة. في الحلقات الماضية شرحنا كثيرا عن الفهم الروسي لكيفية إدارة الصراع. في هذه الحلقة سوف نكرسها لمقارنة بين كيفية أداء الحلفين المتقابلين في هذه الحرب، اللحظة الفاصلة التي يصلانها، النتائج التي سوف تترتب على نهايه هذه المواجهه التي قد تدوم لشهر رمضان وما بعد شهر رمضان لنصل مع اواسط او نهايات شهر اب على المشهد الذي سيرسم ليس معادلات سوريا فقط، ليس نهايات الافاق التي ستسلكها الحرب في سوريا بعد ذلك وحسب بل مشهد المنطقه ككل وربما نستطيع الحديث عن قواعد النظام الاقليمي الجديد وقواعد النظام الدولي الجديد. ليس خافيا طبعا على احد ان المعركه في سوريا كانت ولا تزال هي الساحه والموقع والجغرافيا والحسابات التي سينبثق منها نظام اقليمي جديد والتي ستبنى عليها توازنات نظام دولي جديد وهذا الكلام هو كلام مكرس وموثق في الكلام الامريكي الرسمي وفي الكلام الروسي الرسمي وفي الكلام الاسرائيلي الرسمي والسعودي الرسمي والتركي الرسمي والايراني الرسمي وموقف حزب الله وموقف سوريا، الكل يعلم انه وفق الاتجاه الذي تستقر عليه سوريا بعد جوله السنوات الست التي عاشتها فإن العالم سيعرف شكلا جديدا والاقليم سيعرف معه شكلا جديدا. اسرائيل التي سنراها بعد نهايه محطات الازمه في سوريا والحرب في سوريا ستكون وفق الصيغه التي تنتهي عليها هذه الازمه وهذه الحرب. حزب الله كذلك، ايران كذلك، السعوديه كذلك، تركيا كذلك، روسيا كذلك، امريكا كذلك، حلف الاطلسي كذلك. لذلك لم تكن هذه الحرب هي حرب محليه على الاطلاق. كانت هناك اسباب ساهمت في توفير بيئه مناسبه لتموضع طرفي الصراع داخل الساحه السوريه واقتطاع جزء من ناسها ومن جغرافيتها، هذا صحيح، لكن هذا في سياق الوسائل والادوات التي سهلت وساعدت في نشوب حرب هي الحرب العالمية الثالثة بكل ما تعني الكلمة من معاني هي الحرب التي سيخرج منها النظام العالمي الجديد والتي سيخرج منها النظام الإقليمي الجديد ليس من قبيل التضامن مع سوريا فوقفت روسيا إلا بقدر ما هو أمن قومي روسي وبقدر ما هو مصلحة عليا روسية شرحناها في حلقات سابقة وليس من قبيل التضامن مع سوريا ايضا وقفت ايران او وقف حزب الله وليس من قبيل التضامن مع من يسمونه معارضه في سوريا وقفت تركيا وقفت السعوديه ووقفت اسرائيل او وقفت امريكا ووقفت فرنسا وبريطانيا الحقيقه التي يستطيع اي متابع ان يتبينها هي ان الاحتباسات التي عرفها النظام العالمي الجديد العاجز عن الولاده والنظام الاقليمي الجديد العاجز عن الولاده هي احتباسات ما كان من الممكن حسم نتائجها وبلورت اتجاهاتها بدون هذه الحرب في سوريا نحن بلغنا مرحلة على المستوى الدولي أن أمريكا التي أرادت أن تتفرد بقيادة العالم وبحكمه كتبت وثائق بمئات الصفحات تقول إن القضية سوف تتقرر على ضوء بيد من سيكون البر الآسيوي وفي قلب البر الآسيوي بيد من سوف يكون الشرق الأوسط الكبير وفي قلب الشرق الاوسط الكبير بيد من سيكون الشرق الاوسط الصغير اي الذي يضم كل من ايران ودول الخليج وسوريا والعراق وبناء عليه فان المعركه هنا هي معركه زعامه امريكا في العالم ان خسرتها خسرت الزعامه وهي معركه روسيا ان كسبتها كسبت مكان الند الشريك الذي لا غنى عنه والذي يقدر ويستطيع ان يضرب بيضه على الطاوله من اجل ان يفرض منطقه ومعادلاته هذه الحرب في المنطقة هذا معناها بدأت في العراق وافغانستان وهي الآن تعيش آخر فصولها في سوريا. الفشل في العراق وافغانستان هما علامة على عجز أمريكا عن تطويق وتطويع كل من إيران وسوريا. حرب سوريا هي البديل الذي إذا نجح يقضي على نتائج الفشل الأمريكي في العراق وافغانستان وفي تموز 2006 في لبنان. وإذا فشلت الحرب في أخذ سوريا إلى حيث يراد لها وفقا للرؤية الأمريكية أي أن تصبح جزءا من الامتداد السعودي التركي الإسرائيلي فالمنطقي والطبيعي تكريس نتائج الهزيمة الأمريكية في العراق وأفغانستان والهزيمة الإسرائيلية في حرب تموز 2006 هذا يعني أن حجم السعودية وحجم تركيا وحجم إسرائيل وما كانت كل منهما في معادلات كل منها في معادلات المنطقة يتوقف على نتائج حرب سوريا مكانة محور المقاومة تتوقف على نتائج حرب سوريا. هذه الحرب بلغت اللحظات الحاسمة مع بدء السلوك الامريكي خارج خيار الحرب الكبرى، عندما جاءت الاساطيل ومن ثم استدارت راضية بحل سياسي للسلاح الكيميائي. أعلنت امريكا انها غير جاهزة للحرب. وأعلن الاطلسي من ورائها انه بدون امريكا لا يستطيع خوض حرب. واعلنت السعوديه وتركيا واسرائيل واقعيا بمعزل عن الكلام الفارغ الذي يصدره امثال الجبير واوغلو واردوغان عمليا انهم ليسوا بوضعيه تتيح دخول حرب ما لم تكن امريكا ظهيرا حقيقيا فعليا في هذه الحرب فإذن الخيار العسكري بما هو الخيار الاقليمي الدولي وليس الخيار باستخدام مجموعات محليه او تدعيم مجموعات محليه او تسليح مجموعات محليه او استجلاب المسلحين من الخارج تحت عناوين محليه وخلطها ببنية مسمات معارضة شكلا لتكون عنوانا لها الحديث عن الحرب بمعناها حرب الجيوش حرب الدول سقط مع عودة الأساطيل الأمريكية لانه بدون امريكا لا يوجد احد في الحلف المحسوب عليها قادر على الذهاب الى مخاطره ومغامره بحرب حتى التمرين السعودي في حرب اليمن كمحاوله لخلق امر واقع جديد قابل للتكرار في سوريا انتكس وانكسرت رماحه وانكفات معه فرضيات الذهاب الى حرب اقليميه في سوريا لا اسرائيل في وضعيه تمكنها من ذلك هكذا قالت عمليات الجولان ولا تركيا في وضع يمكنها من ذلك هكذا قالت عمليه اسقاط الطائره التركيه بدايات الازمه على يد الدفاعات السوريه ومن ثم قالت تداعيات اسقاط الطائره الروسيه والتهديدات الروسيه لتركيا بالانكفاء وعدم التدخل بالصوره المباشره كجيش يغزو الارض السوريه ويفرض فيها الامر الواقع السياسي والامني الذي يريد. فاذا كانت لغه الحرب الاقليميه والدوليه قد انكسرت منذ ذلك التاريخ منذ استداره الاساطيل وتبعتها لغه الانخراط السياسي بدءا من التفاهم على السلاح الكيميائي السوري، وصولا الى التفاهم على الملف النووي الايراني، استطرادا بعد عاصفه السخوي في صياغه مشتركه امريكيه روسيه للقرار 2254 الذي يسحب من التداول مصير الرئاسه السوريه كمفرده حكميه في اي حل سياسي، ويعيد الامر الى نصابه ويقول هذا شان السوريين لا شان لاحد خارجي ان يفرض على السوريين شرطا مسبقا. ببقاء الرئيس او رحيله ثم توجت بصيغه الهدنه التي خرجت من لقاء ميونخ الذي يقول بان النصره وداعش خارج احكام اي هدنه فسقطت النصره كحصان رهان لتغيير الواقع السياسي والامني في سوريا ثم توجت بتفاهم سياسي امني امريكي روسي بعد سقوط الهدنه يقول ان عدم الانفكاك عن النصره يعرض اصحابه لمصيرها لنصل الان الى هذه اللحظه، هذه اللحظه التي تتعطل فيها ابواب السياسه، تتعطل فيها الهدنه، تقرع فيها طبول الحرب على اكثر من جبهه، لنستقرئ اتجاهات هذه الحرب. قبل ان نستقرئ اتجاهات الحرب، لابد من ان نقرا واقع الحلفين المتقابلين، يعني نحن اذا هنا امام حلفين، حلف تقوده واشنطن، يضم قوى الاطلسي ولكن بصوره رئيسيه فرنسا وبريطانيا، ومعهما ثلاثه اطراف اقليميه فاعله ومؤثره ومعنيه بالمباشر وسيتقرر حجمها ودورها ومستقبلها الامني والسياسي على ضوء نتائج هذه الحرب هي السعوديه وتركيا واسرائيل ومقابل هذا الحلف حلف تقوده روسيا معه معنويا دول البريكس وعلى راسها الصين لكن واقعيا روسيا هي المنخرط الوحيد من هذا الحلف في الحرب معها ايران شريك حقيقي في هذه الحرب ومعهما الدوله السوريه وحزب الله هذه هي معادله التقابل. واضح بالنسبه للمراقبين الخارجيين الحديث عن انسجام وارتباك في داخل كل حلف. وهون طبعا رح نحكي الامور بكل معانيها الصريحه والواضحه يعني بدون تجميليات تنطلق من انتمائنا او تعاطفنا او تموضعنا او انخراطنا في حلف من هذين الحلفين. في واقع الحال بالتاكيد لما بنحكي عن تحالفات ما عم نحكي عن تماهي. عم نحكي عن قوى أصحاب مصالح متعددة متشابكة معقدة متناقضة أحيانا لكن لنجيب عن سؤال هل أن التناقضات داخل كل من الحلفين يحكمها قانون واحد والتفاهمات يحكمها قانون واحد لنقول نحن قدام حلفين متوازيين وبالتالي يصعب التوقع والتقدير لأي من الحلفين يعود زمام المبادرة وأي من الحلفين سيرسم مستقبل نتائج هذه الحرب لن خلينا ناخذ الحلف الامريكي، الحلف الذي تقوده واشنطن. في شيء اكيد اليوم ان واشنطن منذ تموضع السخوي ومنذ البدء الذي خاضته القوات السوريه لمعاركها في شمال سوريا وحققت فيها انتصارات متدحرجه، ومن ثم حرب تدمر، في هذا السياق واضح ان الامريكي تخلى عن ثوابت كان يجعلها اساسيات في مقاربته للحرب في سوريا. والواضح ان هذا التخلي لم يواكبه تخلي مماثل من الحلفاء. يعني في شيء ثابت انه امريكا اليوم قبلت بالقرار 2254 اللي صدر بدونها وجرت فرنسا وبريطانيا عليه، لكن هذا القرار يقول انه بتقدر تحكي اللي بدك اياه عن الرئاسه في سوريا، لكن هذا راي. لكن انت تلتزم بان امر الرئاسه في سوريا يقرره السوريون. ولم يعد اي اتفاق دولي حول سوريا يبدا من بند يقول يبقى الرئيس او يرحل الرئيس، هذا اصبح خارج النقاش، هذا موضوع خارج قدره القوى الدوليه والاقليميه. الامريكيين ما كان هذا منطقهم منذ بدايه الازمه وهم يقولون مدخل الحل السياسي هو ان يتفق معنا الروس على ان تنحي الرئيس الاسد هو شرط الحل. التراجع الامريكي بدا هنا، ثم الحديث عن حل سياسي بدون المساس بالرئاسة إلا بحدود ما يتفق عليه السوريون أو ما تقرره صناديق الاقتراع في سوريا يعني أن صيغة الحل السياسي ستنتج كما قال 2254 حكومة سورية موحدة يشترك فيها فريقا الحكم والمعارضة وما حدا عنده وهم بمعزل عن الانشاء العربي أنه الحكي عن الحكم يعني الحكي عن فريق الرئيس وليس عن شيء آخر وبالتالي ان الرئيس وفريقه سيكون شريكا في حكومه وفق اصول دستوريه تجعله يبقى في الرئاسه وهذا كلام حكاه جون كيري ونقله عنه جماعه الرياض علنا عندما قالوا نتعرض لضغوط امريكيه من اجل القبول ببقاء الرئيس بل ومشاركته في الانتخابات المقبله وبالتالي هذا النزول الامريكي التدريجي عن الشجره وصل الى حتى التضحيه بخيار كان الامريكي يبشر به يعني ديفيد باتريوس ما كان عم يعمل كاتب صحفي لما قال لا امكان وهو رئيس المخابرات الامريكيه وهو الذي قاد الحرب في العراق لما قال انه لا يمكن الحديث عن حرب على داعش بدون التحالف مع جبهه النصره جماعته بالمنطقة من مشيعلون علون إلى السعوديين إلى القطريين إلى الأتراك إلى لبنانيا والداخل اللبناني من أشرف ريفي لوليد جملاط الحديث عن الحلف الذي لا بد من أن تكون النصرة جزءا منه وأن النصرة هي فريق يمثل الإرادة السورية وفريق وطني سوري وهي ثوار سوريين وهي ليست إرهاب وحتى علاقتها بالقاعدة بلشت تطلع نظريات هيلاري كلينتون كانت عم تقول أنه هول ما صاروا مع القاعدة إلا بسبب اليأس من التدخل الدولي وإذا أعطيناهم هولاند عمل مشروع بيقول دفتر شروط لتأهيل النصرة من اجل الخروج من دائرة ممارسات ارهابيه وشبهها بحركة حماس اللي هي قوة وطنية عندها مطالب لبلدها لكن تجاهل المجتمع الدولي لهذه المطالب دفعها الى الانخراط في ممارسات ارهابيه، هذا كله ضحى فيه الامريكي وارتضى بان تكون النصرة خارج احكام اي هدنه وان تكون النصرة جزء مشروع من اهداف الحرب على الارهاب. هذا السياق مكمل وصل الامريكي يتنازل على قاعدة اعتبار أن التداخل والتشابك مع النصرة هو انضمام إلى معسكر الإرهاب وأن الجماعات المسلحة التي ترفض الانفكاك عن النصرة عليها أن تدفع الثمن وأن تعاقب وكأنها جزء من معسكر الإرهاب فإذا عندنا مبين البص تبع الحلف رأس هذا الحلف القوة الضاربة في هذا الحلف تختار سلوك التموضع التدريجي على تفاهمات مع روسيا مقابل الحضور الميداني في الحرب على داعش بتجهيز القوة المسماة قوات سوريا الديمقراطية لقوامها البنية العسكرية للجان الحماية الكردية والاتحاد الديمقراطي الكردستاني مع بعض التنظيمات العلمانية الصغيرة كبديل عن القدرة على تحريك مسمى كان اسمه الجيش الحر واسمه جماعات المعارضة المسلحة اللي بتدافع عنها السعودية وتركيا، يعني لا شفنا جيش الاسلام ولا شفنا احرار الشام في بنية المعركة التي تخوضها امريكا ضد داعش، فإذا واضح أن السلوك الامريكي ضد داعش هو السلوك الميداني الذي يشكل تعبير عن الحراك الامريكي في الساحة السورية وهو الرهان على اقتطاع جزء من الجغرافيا تحت عنوان معارضة سورية لفرض موقع تفاوضي مختلف عن رؤيه حلفاء امريكا اللي واضح انه من الوقت الذي جاءت فيه روسيا الى سوريا كيف تصرف التركي؟ تصرف بانه تصدى لهذا الحضور الروسي واسقط طائره. كيف تصرف السعودي؟ هدد بان هذا عدوان وهذا احتلال وان افغانستان سوف تعيد التاريخ بنفسه وان سيلقى الروس في سوريا ما سبق ولقيه الجيش الاحمر السوفيتي في افغانستان. فاذا بدا الامريكي يتموضع لكن حلفائه يتمنعون. الروسي التركي السعودي سلوكهم عفوا التركي السعودي الاسرائيلي سلوكهم في مواجهه الحضور الروسي كان التهيب، كان الاستعداد للمواجهه، كان محاوله الافشال، كان الرهان على خلق امر واقع يقلب الطاوله على ما تفعله روسيا. هذا بوقت الامريكي عم ببلش ينخرط بتفاهمات. فاذا التناقضات داخل هذا الحلف من الواضح انها تناقضات وجوديه مصيريه تنبع من ان الخيار الذي اتخذه الامريكي يتضمن دفع فواتير هذه الفواتير لن تكون على حساب امريكا بل ستكون على حساب الحلفاء لانه شطب النصره وشطب احرار الشام وشطب جيش الاسلام وتحويل الجسم المعارض المحسوب على تركيا والسعودية إلى مجرد ديكور سياسي يعني إخراج تركيا والسعودية من المعادلة السورية والبقاء على محطة انتقالية بشاركوا فيها بحكومة بتجي على صناديق الاقتراع ما بيجيبوا نواب بالبرلمان ما بيطلع لهم دور في الحكومة التي تلي ما بيقدروا يكونوا شركاء في لعبة الرئاسة فبالتالي صاروا خارج سوريا نهائيا الإسرائيلي لم يخفي ذلك لما ضم الجولان للمرة العاشرة يمكن بيعملها نتنياهو أو بتعملها إسرائيل كان الجواب على الأسئلة التي وجه بها بأنه طيب إذا كان النصرة اللي هي حزام أمني نراهن عليها تصنف إرهابا وتعتبر هدفا مشروعا للحرب وإذا كان حزب الله يترك يتمدد طيب شو ناطرين مننا الإعلان عن الضم هو رسالة للروس وللأمريكيين لتفاهمهما للقول احفظوا لنا أمننا كي لا نخرب لكم تفاهماتكم هذا هي الرسالة الإسرائيلية وهي رسالة مثل على كل حال لا بالمجيء بليبرمان بالتالي هذا الحراك الإسرائيلي هذا الحراك السعودي هذا الحراك التركي الآن يخوض آخر معاركه بالنصرة واضح أن الحرب التي يجري الاستعداد لها في شمال سوريا ما تمت بين ليلة وضحاها هي حرب حشد لها هي لها علنا الجبير عم بيقول نحن وزودنا المعارضة هو عارف ما في معارضة هو زود النصرة بأنواع أسلحة حديثة تركي عم بيقول لن نترك شمال سوريا يسقط بيد الاكراد، هو عارف انه هذا معناه الضمني سندعم النصره لتكون قادره، وبالمقابل الاسرائيلي ايضا تمسكوا بالنصره سواء في جنوب سوريا وحدود الجولان او في رهانه بالرساله التي جاءت من خلال التعاون الامني الاستخباري الذي ادى الى استهداف القائد المقاوم البارز الشهيد مصطفى بدر الدين، كان مبين ان الرساله تقول لن نترككم وحدكم، لا للنصره ولا للاخرين. وبالمقابل واضح ايضا هذا بلش يبين أن التركي والسعودي والإسرائيلي بيناتهم أيضا بدأت ترتبك الحسابات لأنه كل ما ببين أن الخسارة أصبحت احتمال وارد وبقوة ببلش كل واحد يتحسس جنابه وكل واحد يعمل حساباته المستقلة وبالتالي الإسرائيلي بدأ يتحدث عن مؤتمر باريس وعن الرهان على خيار مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس ويوسط التركي بجزء ويوسط السعودي بجزء بدأ يبحث مع السعودي عن موضوع الجزر الصنافير وتيران التي أخذت من مصر من أجل صيغة تطبيع اقتصادي يكون عنوانها جسر بري يصل عبر سينا وصولا إلى حيفا ينقل النفط السعودي الى البحر المتوسط بواسطه اسرائيل، يعني بدأ المشروع الاسرائيلي يعيد ترتيب اوراقه على معادله الخساره وسقوط النصره ك... كاحتمال، بدأ التركي يفعل هذا، بدأ السعودي يفعل هذا، وين المؤشرات؟ بالوقت اللي هن عم بجهزوا النصره، بالوقت اللي هن عم بهيئوا للحرب، بالوقت اللي هن اعدوا كل ما يلزم لتفعل النصره اقصى ما تستطيع، لكن في حساباتهم ان هذا قد لا يجدي والدول لا تبني معادلاتها على قدم واحدة يعني الإسرائيلي عملها بال2006 وكانت النتيجة كارثية لأنه ما عمل استراتيجية خروج بالإجابة عن سؤال ماذا لو ماذا لو لم ننجح في الحرب على حزب الله شو بنعمل ما امتلك الإسرائيلي جواب فكانت النتيجة مدوية بكارثة السعودي الآن لا يستطيع أن يذهب بالطريقة التي ذهب فيها بحرب اليمن ماذا لو فشلنا في الحرب هيا عم يدفع الثمن الآن ماذا لو لم تنجح النصرة في شمال سوريا شو الجواب عند التركي؟ شو الجواب عند السعودي؟ واضح قدامنا مجموعة مؤشرات يجب أن نأخذها في الإعتبار. هذه المؤشرات أولها تركيا بدأ الحديث المجلس العسكري التركي، وأنا برأيي أنه لا تستغربوا، لا تستبعدوا أنه إذا راحت الأمور باتجاه خسارة النصرة، يبدأ الاستعداد لانقلاب عسكري في تركيا، والجيش بتركيا دائما جاهز يطلع من الثكنات، وجاهز يلاقي بنية مدنية حاضنة. يعني الحزب الجمهوري اللي هو تاريخيا حزب اليمين ووسط اليمين هو حزب داعم للجيش علمانية الدولة كان كافلها الجيش البنية اللاطائفية أصلا التي سعرها حزب أردوغان بفترة حكمه خصوصا السنوات الخمس الأخيرة ما عادت تحتمل تركيا التعايش معها حتى الأكراد أصلا يعني الذين يستخدم الجيش في مواجهتهم يمكن أن يقدروا يوصلوا إلى تفاهمات مع الجيش بينما مع حزب أردوغان ما عاد في إمكانية الوصول إلى تفاهمات وبالتالي المجلس العسكري بيطلع تقرير وهذا التقرير يتحدث به وزير الخارجيه يعني لما بيحكي وزير الخارجيه مولود شوش اوغلو بما تنشره الصحافه الرسميه بيقول كلام الجمل الاستراتيجيه الكبرى عاده لما بيحكوها المسؤولين اللي يعني بصف سياسي مثل مثلا لما بيحكي اوغلو داوود اوغلو يعني لما كان مبلش وزير خارجيه قبل ما يعمل رئيس وزاره وكان وقتها اردوغان بعده رئيس وزاره وقول رئيس جمهوريه لما بيحكي اوغلو وقتها عم نحكي قبل سبع سنوات وثماني سنوات قبل عاصفه الخماسين العربيه المسمات زورا بالربيع بيقول نريد عداوات صفر مع الجيران عم يعمل معادلة استراتيجية شو كان ضمنا معناها معناها الاندفاع لمصالحة مع سوريا الاندفاع لتعاون مع إيران هي ترجمتها بالسياسي فهو أعطاها صفة المعادلة ليش؟ لأنها انتقال من اندفاع سياسي عنيف راحت في تركيا نحو الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وصدت وفشلت بدك حدا يطلع نظرية لتهيئ الرأي العام ليتقبل الانعطافي فطلعت نظرية عداوات صفر مع الجيران انه نحن طيب مش انه فشلنا في الذهاب الى الاتحاد الاوروبي فعلينا ان نطبع علاقاتنا مع العالم الاسلامي ولا بتبين هزيمة اعطائها رطانة ووقع ووقار انها نظرية استراتيجية بسهل بمهد الطريق لتقبلها وتلقفها في الرأي العام طيب اليوم مولود شوش اوغلو شو عم بيقول عم بيقول ان الامن القومي التركي وهذا كلام التقرير الذي اعده المجلس العسكري ان الامن القومي التركي يفرض اولويه الحفاظ على وحده سوريا شو يعني اولويه الحفاظ على وحده سوريا يعني اولويتنا السابقه التي رمينا بثقلها من بثقلنا من اجلها قد فشلت فعلينا ان نبدل الاولويه طبعا ما رح يقول فشلنا شو هي اولويته السابقه يعني ليش اللي عم تتذكر لي اولويه جديده لانه في اولويه اخرى كانت فيك لنا اياها يا مستر اوغلو الاولويه الاخرى كانت اسقاط الرئيس الاسد ونظامه عم بيقول ضمنا اذا اوغلو لم تعد اولويتنا اسقاط الرئيس الاسد بل باتت اولويتنا الحفاظ على وحده سوريا شو يعني الحفاظ على وحده سوريا يعني منع قيام كيان كردي على الحدود طيب هذا الكلام شو له معنى تتمتوا بتوضح شو المعنى وان الذين يمكن ان يكونوا شركاءنا في الحفاظ على وحده سوريا هم الايرانيون والروس وان مصلحه تركيا الان هي السعي لاقامه حلف تركي روسي ايراني مهمته الحفاظ على وحدة سوريا شو هالحكي هذا؟ يعني حدا عنده وهم اليوم اليوم بعد كل الذي جرى انه فيك تروح تعمل حلف مع تركيا مع يا تركي مع ايران على قاعدة اطاحة الرئيس الاسد او مع روسيا؟ اكيد لا. اكيد اذا انت ضمنا تقول يا روسيا ويا ايران هذا معنى الرسالة. انا تركيا التي قاتلت تحت عنوان اسقاط الرئيس الاسد مستعدة الان لان اضع هذا الهدف جانبا؟ وان اتعاون معكم ببقاء الرئيس الاسد مقابل تعهدكم بعدم السماح بنشوء كيان كردي، هذا معنى الكلام. فاذا نحن قدام بدايه مؤشرات تقول ان تركيا التي لن تفعل شيئا الان الا ترك النصره تخوض حربها بعدما قدمت لها كل الاسباب اللازمه لهذه الحرب. اذا نجحت النصره باحد امرين اما بالتقدم واما على الاقل بتحويل الحرب الى حرب استنزاف اكيد انه شوش اوغلو حينسى هذا الكلام وحيرجع الحكي على دور تركي على السقف وحتتسكر الطرق امام التسويات ولكن ماذا لو فشلت النصره في هذا ونجح الجيش السوري وحلفائه باسقاط مواقع النصره ولم يتبقى منها الا بعض الجيوب بحصيله شهرين ثلاثه من القتال في ادلب وحلب واريافهما في هذه الحالة سيترجم شوش أوغلو هذا الكلام وسيذهب وسي... إلى موسكو ويعتذر عن إسقاط الطائرة الروسية وسيذهب إلى طهران وسيقيم التفاهم الذي يتحدث عنه الآن ليقول أنا من أربعة أشهر يا أخي عم أقول أنه أولوية تركيا أصبحت وحدة سوريا أي أنها لم تعد إسقاط الرئيس الأسد فإذا نحن أمام مشهد تركي يقيم راس جسر مثل اللي بده يبني جسر بيعمل له دعامه اولى بيعمل غرزه اولى يقيم راس جسر قابل للبناء عليه اذا فشلت النصره. عنوان راس الجسر هذا التخلي عن مشروع اسقاط الرئيس الاسد واعتباره الاولويه واستبداله باولويه جديده اسمها وحده سوريا اي منع قيام كيان كردي على الحدود بمدخل ما هو التفاهم مع روسيا وايران. من هون ولوقتها في ثلاثة اشهر اربعة اشهر ستعطى النصرة كل الفرص لتفوز اكيد التركي الان يلقي بثقله مع انه وهم حول انه هذا الكلام بينباع فيه قبل ان تسقط النصرة وتهزم النصرة هذا الكلام ما بينصرف بمحل مثله السعودي شو عم يعمل السعودي طيب بالوقت اللي السعودي كل خطابه السياسي يعني عادل الجبير بعده كل يوم لنا على الرئيس الاسد ان يرحل سلما وإلا فسيرحل بالقوة وسنصلح المعارضة وقد سلحناها وبشرنا بالويل والثبور وعظائم الأمور هذا واضح والتموضع العسكري واضح والدعم التسليحي واضح لكن حد هذا للمرة الأولى ما بيكون هذا الوجه الوحيد للأداء السعودي مثل ما دعم النصرة ليس الوجه الوحيد للأداء التركي الامريكي مختلف عنهم انه سحب حاله من لعبه النصره وراح عم يلعب لعبه بملعب تاني مختلف كليا تركهم يلعبوا لعبتهم ان ربحوا برسم عليها ان فشلوا بدفعهم ثمنها لانه ليس جزءا منها لكن هو لعبته بمحل تاني ان ربحت قوات سوريا الديمقراطيه معه جزء من الجغرافيا ما ربحت فهو وضع رؤوس جسور بقواته بمستشارينه ليقول ساعتها لهول ولهول ولهول انه يا اخي حاولت اعتمدتكم دربتكم سلحتكم نخيتكم تكون غطائي ما طلع من أمركم شيء، فدعوني أتفاهم مع القوة القادرة على أن تكون عنوان الحرب على داعش اللي هي الجيش السوري حلفاؤه بالتعاون مع روسيا، فالأمريكي واضح أنه استراتيجية الخروج بالنسبة إليه جاهزة، واستراتيجية تثمير الأوراق التفاوضية حاضرة على الطاولة سواء بإنجازات يحققوها مباشره في الرقه بوجه داعش عبر هذه المعارك او بانجازات يتمكن السعودي والتركي من تحقيقها في شمال سوريا. هن لا هن رايحين راميين بكل ثقلهم لتربح النصره معطلين العمليه السياسيه رغم التفاهم الروسي الامريكي لم يستجب احد لنداءات هذا التفاهم لا بموضوع الانفكاك عن النصره ولا بموضوع اخراج معادلات النصره من كل تركيبة المعارضة خطاب المعارضة بعد الآن يتحدث جماعة الرياض بتحكي وكأن الحربية على المعارضة لكن حد هالشي السعودي عمل مجموعة رؤوس يسور أيضا منها أخرج علوش والزعبي من الوفد المفاوض ما حدا يصدق أنه هذا نخوي عند علوش أنه هلأ صار شاعر أنه في شعبه يقتل ومناطق معاصرة والنظام الدولي لا يفعل شيئا هذا حكي عمره خمس سنين هو أخرج ولم يخرج وترك له المجال أن يرمي خطابا يبرر فيه إخراجه من معادلة المفاوضات هو والزعبي اسمين وضعت الدولة السورية فيتو عليهما وقالت لن نشترك بمفاوضات مباشرة ما بقي هذان الاسمان جزء من معادلة المفاوضات ما بيلها بتعلن جماعة الرياض بنفس اليوم بفترة وجود الجبير في موسكو عن فتح الحوار مع مكونات المعارضة الأخرى تحت شعار توسيع الوفد المفاوض يعني من يا مستر ماخوس كما سألته العربية لمنذر ماخوس فقال أنه الكل طيب يعني الأكراد اللي روس طالبينهم الاتحاد الديمقراطي الكردستاني منهم قال طبعا يعني هيثم مناع منهم قال طبعا نحن ما بنحط فيتو على حدا بس هذا الحوار ما بلش الإعلان عن نية الحوار تمت والحوار لم يبدأ أخرج علوش والزعبي من الوفد المفاوض لكن لم يعين صالح مسلم وهيثم مناع مكانهما، هذه ورقة احتياطية لما بعد حرب النصرة. إذا هزمت النصرة هاي الورقة جاهزة. حد هذا الكلام بيطلع محمد بن نايف. محمد بن نايف اللي له سنة نايم وساكت وتارك حرب اليمن يخوضها سلمان وابنه، تارك التصعيد بوج روسيا، تارك 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 وهو ليس مشروعه آخر طبعاً هو مش قلبه علينا. لكن هو الورقه الامريكيه في السعوديه وهذه الورقه الامريكيه مطلوب منها الكمون فاذا فاز سلمان ونجله صار التجاوب معهما وتعزيز حكمهما بالانجازات التي تحققت على قاعده انهما ضمنا اوفر الفرص للمصالح الامريكيه واذا فشلا يدفعا ثمن الفشل وحدهما وساعتها بيطلع محمد بن نايف مثل ما هلا بلش يمهد شو قال؟ قال انه نحن صحيح انه سياساتنا بالمنطقه كانت حكيمه وكانت صحيحه ومبنيه على حفظ الاستقرار ومواجهه الخطر الارهابي ومواجهه الهيمنه الايرانيه واللي بدكم اياه، نفس خطاب سلمان وابنه. بس شو بعدين؟ ولكن ولكن هذه السياسه قد منيت بالفشل. ووصلنا الى طريق مسدود. والسبب اننا في اليمن لم نلقى من الحلفاء تنفيذا لما تعهدوا به. وفي سوريا لم ننجح باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد لان الضمانات التي قدمها لنا الامريكيون والاتراك لم تنفذ. عظيم. بكمل. وهذا يستدعي منا الان اعاده تقييم الحسابات واعاده النظر بالسياسات. اعظمين. بعد في الثالثه. وان الطريق الان يبدو ملزما لنا بالاستعداد لتقديم تنازلات مؤلمه. تتذكروا الاسرائيلي لما ببلش يحكي عن التنازلات المؤلمه؟ تن... شو هي التنازلات المؤلمه؟ الاقرار والاعتراف بان لا حول ولا قوه الا بالله، تعاطى نرجع مع نظام الرئيس الاسد، ولا حول ولا قوه بدنا نرجع نتعاون نحن والحوثيين، ولا حول ولا قوه بدنا نرجع نتفاهم نحن والايرانيين، وبالتالي على السعوديه ان ترتضي حجما غير الحجم الذي اعتادت عليه في سياسات المنطقه، وان ترتضي مكانه غير التي كانت تحلم وتطمح. بان تعززها وغير تلك التي كانت تعيشها قبل بدء هذه العاصفه التي عرفتها المنطقه. وبالتالي اذا عندنا راس جسر ينصبه الاتراك احتياطا لفشل الحرب، وراس جسر ينصبه السعوديون احتياطا لفشل الحرب، ولكن عندنا وطبعا راس جسر اسرائيلي اللي مبلش بمؤتمر باريس، اللي مبلش بمجيء ليبرمان لحتى شو يقول؟ الاسرائيلي عم بيقول انه اذا ربحت النصره فنحن في عنا سياسة أخرى، يعني إذا ثبتت وجودها في الشمال ودخلت سوريا حرب استنزاف، فأكيد الإسرائيلي سيكون على خط هذه الحرب موجودا ولبرمن لهذه الغاية حرب ما بالضرورة إن تكون مباشرة في هذه الحالة تعزيز الوضع في الجنوب السوري. تعميم صيغه الحزام الامني، اندفاع للنصره في المناطق الجنوبيه، محاوله التمدد باتجاه اطراف دمشق، هذا بده يكون بده غطاء اسرائيلي اقوى، بده حضور اسرائيلي اعنف، بده تمادي في المواجهه مع حزب الله في معادلاته السوريه ومنعه ورسم الخطوط الحمر امامه، هذا راح يكون حاضر حكما. في حال فشلت النصره مره اخرى قد يكون الخيار الحربي الاسرائيلي حاضرا لكن مش من اجل الحرب وع قطف ثمار نصر لا من أجل فتح الباب للتسويات والمفاوضات بمعنى ألا تتم التسويات في المنطقة والإسرائيلي خارجها وألا تتم المفاوضات على معادلات سوريا خارج إطار مفاوضات شاملة لصناعة السلام ولها السبب هو بدأ في يعني الربط بين من جهة مجيء لبرمن ومن جهة أخرى الذهاب للتشبيك مع صيغة باريس اللي حكى عليها حكى عليها حكى عليها وبالآخر اليوم بيقول بأنه ليس فيها ما يزعج بالنسبة لإسرائيل بل يمكن أن تشكل نقطة بداية للمباحثات حول مستقبل عملية السلام وطبعا عملية السلام بالمفهوم الإسرائيلي أنه آية المبادرة العربية للسلام كعنوان عريض فلتكن دولة على أرض السبعة وستين وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين أيمتى؟ الله بيعلم منقول إيه؟ ومنشكل لجان تفاوض لكل ملف ونبدأ عمليا بدولة فلسطينية اسمها غزة انه بالضفة الغربية هذه مناطق معقدة فيها مستوطنين وفيها مشاكل تعالوا نعمل فيها حكم ذاتي لكن هلأ الدولة بنعطيكم اياها بغزة بتعلنوا دولة بدون جيش بتاخدوا المرفأ بتاخدوا الميناء بتاخدوا المطار بتاخدوا حرس رئاسي بتاخدوا حكومة معترف بها سفارات ونتفاوض على الباقي متى تشمل سلطه هذه الدوله اراضي من الضفه وليس اراضي الضفه منحط رزنامه خمسه وعشرين سنه متى يبحث ويحسم وضع القدس بعد ما نكبر محافظة القدس ونضم الله مناطق من أراضي سبعة وستين أخرى بالضفة ومنصير منقول هون والله هون والله هون كيف نحل قضية اللاجئين منرجع خمسة وعشرين ألف ثلاثين ألف خمسين ألف على غزة على مناطق من الضفة مننقيهم من لبنان لحتى نتعب حزب الله ونقول هاي قضية اللاجئين في طريق الحل مننسحب من مزارع شبعة مننسحب من الجولان منسلم للأمم المتحدة هذه الطبخة السياسية موجودة بصفتها خط احتياطي إذا سارت الأمور باتجاه خسارة النصرة وهزيمة النصرة تحتاج إسرائيل إلى أن تقلب معادلات المنطقة وتخلط أوراقها وتسقط عنوان ورقة المقاومة وعنوان القضية الفلسطينية وعنوان احتلال الأراضي في سوريا وفي لبنان كأسباب ومبررات واقعية وموضوعية لوجود المقاومة. فإذا لنلخص الأمريكي استراتيجية الخروج عنده الآن من الحرب في سوريا هي الانكفاء عن معادلة حرب النصرة التي تدور رحاها بين روسيا وسوريا وإيران وحزب الله من جهة وبين السعودية وتركيا وإسرائيل وتنظيم القاعدة من جهة أخرى هي قاعدة متفرجة إذا ربح حلفاؤها توظف نتيجة ربحهم وإذا هزموا يتقاسمون كلفة الهزيمة بينما هي تخوض رهانها في منطقة الرقة بواسطة من تعتبرهم حصان رهانها السوري العسكري أي المجموعات الكردية المسلحة للاتحاد الديمقراطي الكردستاني مع المجموعات العلمانية الصغيرة التي تؤهلها لتكون ممسكة بجزء من الجغرافيا السوريه في قلب اي تفاوض مقبل، واذا فشلت فهي تبرئ ذمتها امام كل حلفائها وتذهب للانخراط كما فعلت في التفاهم على الملف النووي الايراني وكما فعلت في التفاهم على السلاح الكيميائي السوري، ترتضي بصيغه المعادله لتقول نعم بسوريا حكومه موحده مع رموز معارضه، احتكام لانتخابات، الرئيس الاسد هو عنوان الدوله، وهون تبدا بالحديث عن مطالبها. انه كيف لا تقع حرب مع اسرائيل كيف تكون الدوله السوريه ضامنه لمحاربه الارهاب كيف المصالح بتفك العقوبات وبتسلم السفارات وبترجع بتطبع العلاقات وهي كما قلنا في الملف الايراني تملك امريكا للاسف هذا هو الواقع ما يجعلك تحتاج التفاهم معها حتى لو هزمت عسكريا فانت بحاجه للعوده الى نظام المصارف العالمي، وانت بحاجه الى استرداد المكانه الدبلوماسيه، وانت بحاجه الى تطبيع العلاقات مع القوى الدوليه، وبالتالي هول بيد امريكا لانه ما حدا بيقدر يفك عنهم الا هي، لا حدا باوروبا بيسترجي يعمل علاقه دبلوماسيه ولا حدا بيسترجي يفتح اعتماد مصرفي ولا حدا ولا حدا بدون المشيئه الامريكيه، وبالتالي ستكون امريكا عندها جاهزه لهذه المقايضه كما فعلت في الملف النموي الايراني. هول الامريكان واضح خيارهم رؤيتهم واليه تعاملهم وخطه خارطه طريقهم بالمقابل يبدا التركي والسعودي والاسرائيلي بالرهان المزدوج رهان كامل على توفير شروط حرب النصره ورهان مقابل احتياطي وقائي ببناء رؤوس الجسور فيما لو فشلت هذه الحرب فنحن امام حلف اذا له استراتيجيتين وله تكتيكات متباينة وله خيارات وخطوط انسحاب مختلفة بالمقابل عندنا الحلف الروسي الإيراني السوري مع وحزب الله قيل الكثير أنه هذا الحلف تفكك وهذا الحلف كل واحد بديري والروس رايحين يشتغلوا سياسي والإيرانيين عم يدفعوا ثمن والسوريين عم ينتظروا والدم ينزف وحزب الله يتحمل التبعات والنتائج هل هذا صحيح؟ بالمقابل هل أنه هذا الحلف ما في بيناته ولا خلاف لا هيك ولا هيك خلينا نبلش بالاول ان هذا اصلا حلف بين قوى ليست ذات عقيده واحده شو بيجمعوا الروسي بين وطنيه روسيه عمرها الاف السنوات وكنيسه عمرها على الاقل الفي سنه هذا مكونات العقيده ونظام ديمقراطي ليبرالي الايراني نظام اسلامي مع ديمقراطي شعبي سوري نظام قومي عربي علماني مدني طيب شو بيجمعون بالسياسي الروسي مشروعه هو بناء وترميم مكانة الدولة الروسية كدولة عظمى تتشارك في قيادة العالم الإيراني مشروع النهضة بعالم إسلامي قادر أن يكون حاسما ورقما صعبا في المعادلة الدولية سوريا مشروعها قومية عربية حزب الله مشروع مقاومة لا تنتهي إلا بتفكيك إسرائيل كمان بالسياسي استراتيجية عم بحكي يعني, يعني لا بالعقيدة ولا بالاستراتيجية هني بيلتقوا لكن عظمة هذا الحلف أنه يلتقي على ما هو أهم وهذا اللي بيفسر لقاءه وهذا اللي بيسمح بفهم تناقضاته وخلافاته واستيعابها بصفتها طبيعية بصفتها تقويه ولا تضعفه لأنه هذا الحلف اللي قادر يستوعب هذا التباين في العقيدة واللي قادر يستوعب هذا التباين في الاستراتيجية والأهداف عشو قايم آيم على معادلة كتير سهلة وكتير بسيطة شرح الرئيس بوتين بأكبر اجتماع لسفراء روسيا الاتحادية اللي بيقول هذا الحلف يقوم على مفهوم الدفاع عن فكرة الدولة المستقلة في مشروع هيمنة أمريكي في العالم وهذا المشروع لا يبقي مكانا للاستقلال الوطني لا يعترف للدول بأحجامها وبإمكاناتها وبادوار موازيه لهذه الاحجام والادوار لا يفهم الا لغه القوه حيث يستطيع يمد يده ويتمادى ويذل ويهين ويمارس البلطجه السياسيه لا طريق امام اي دوله كبرت ام صغرت لتحفظ كرامتها وعزتها الا ان تقاوم الدوله الكبرى تقاوم ليكون لها حق التصرف كدوله كبرى والدولة المتوسطة تقاوم وتقاتل كي يكون لها حق التصرف كدولة متوسطة ذات نفوذ اقليمي والدولة الصغرى لتحمي سيادتها ويقول هذا الذي يجمع روسيا وايران وسوريا هذا يعني ضمنا اننا نقول الدولة المستقلة يعني ما فينا نقول دولة مستقلة ونسال ليش استقلالها انه هي اسلامية ما هي مستقلة ما نحن قبلناها مستقلة ما نحن عم نتشارك معها لانها مستقلة فيجب ان نقبل ناتج الاستقلال ما نحن قبلنا عم نتشارك مع سوريا لانها دولة مستقلة وتقاتل عن استقلالها، وتدفع فاتورة دم من اجل حماية هذا الاستقلال، فنتشارك معها الفاتورة بدل ما نحمل لحالنا عبء القتال بوج الامريكان وهيمنتهم، في من هو مستعد لأسبابه هو مش كرمالنا، ونحن عم نقاتل لأسبابنا نحن مش كرماله، بس نحن دولة مستقلة لا تقبل الإذلال والتبعية، وهو دولة مستقلة لا تقبل الإذلال والتبعية. بس لما بيقبل اذلاله وتبعيه لامريكا مش هيقبل اذلاله وتبعيه لنا فهو يختار هويته كما يراها هو وهو يحدد عقيدته كما يراها هو وهو يحدد استراتيجيته كما يراها هو ونلتقي على هذه الفكرة أننا سنقاتل معا حتى تسقط الهيمنة الأمريكية وهذا يعني أنه عندما تسقط هذه الهيمنة كيف بتتبلور بنظام عالمي يقوم على تعدد الأقطاب هذا ستكون روسيا فيه دوله مقابله لامريكا في الوزن والقدره والقوه فنحن كروسيا حصلنا حقنا هذا يعني انه عندما يقوم نظام عالمي متعدد الاقطاب لن يبقى بيد امريكا فرصه استخدام المنظومه العالميه لتركيع ايران وستتنفس ايران وتعيش في بحر من المناخ الدولي المريح والهادئ وسوف يكون في هذا النظام العالمي نظام اقليمي تحوز فيه القوى حسب اوزانها ادوار، وإيران التي تثق وتعرف بأنها تملك مقدرات تتيح لها ان تكون اللاعب الاول في اقليمها تعرف بأن الثقل الامريكي لن يعود قادرا على منعها من لعب هذا الدور. وسوريا التي تعرف بأنها دوله تملك مقدرات تتيح لها استرداد ارضها والدفاع عن كرامتها وعن سيادتها وبناء دولتها المدنيه وفق ما يرى شعبها، تعرف بان الضغط الامريكي لن يعود قادرا على تغيير معادلتها الداخليه، وان الضغوط الاقليميه المجاوره المبنيه على الحسابات الامريكيه لن تعود فاعله لكسر ارادتها، وان نظام اقليمي تكون ايران فيه قوه حاسمه ونظام دولي تكون فيه روسيا قوه حاسمه، هما نظام دولي عادل ونظام اقليمي عادل. سيكون لها أن تأخذ في ظلالهما المكانة التي تستحقها في مداها الحيوي في لبنان في الأردن في العراق في مواجهة إسرائيل في الدفاع عن حقوقها الوطنية في بناء دولتها وحماية كرامتها وسيادتها وبالتالي هذا هو التلاقي هل هذا التلاقي بده يترجم بالمعركة بالمعركة كل واحد بده يخوضها بحساباته يعني منطق الروسي هو عم بيقاتل في سوريا أن يبقي عينه مفتوحة على كيف يثمر كل انجاز عسكري في كيف يثبت انه دوله عظمى ولما بده يثبت دوله عظمى بده يساعدوه حلفائه ويتقبلوه ويتفهموه ويعتبروا انه ما ينجزه في طريق ان يبني لذاته مكانه الدوله العظمى هو مكسب لهم بيرجعوا بيستعملوه بالحلقه التي تلي من المواجهه مش اذا الروسي بعد اول وجبه سخوي لقى مصلحته في ان يثمرها بقرار اممي تصرخ ايران وسوريا وحزب الله خيوانك عمهلك تضحيات اللي راح تخلي نكمل الحرب لا بتقول له وظف واستثمر وعندما تستثمر انت وتنتزع لنفسك مكانه اهم في المعادله الدوليه الوجبه التي تلي من الحرب سنخوضها من موقع افضل وهكذا كانت حرب تدمر في موقع افضل من الحرب التي خيضت قبلها وهكذا الحرب التي تأتي الآن بين حرب تدمر وبين الآن مرأة ثلاثة أشهر انهارت فيهم الإدني أنتج فيهم التفاهم الروسي الأمريكي لم ينجح هذا التفاهم في جذب التركي والسعودي للتخلي عن النصرة بأي مع ولكن ولا ولكن ولعم وبالتالي الآن تتهيأ ظروف معركة لا يملك الأمريكي فيها عندما تندلع نيرانها أن يقول أن النصرة هي معارضة سورية ما هو ماضي على أن النصرة هي هدف للحرب وأن مشروعية الحرب على النصرة كمشروعية الحرب على داعش وبالتالي ماضي على أن حل قوى المعارضة المتداخلة والمتشابكة مع النصرة عند قوى المعارضة مش عند حدا تاني بأن تنسحب من مناطق النصرة وأن تفك اشتباكها مع النصرة وهو ماضي على أن من لا يفعل هذا عليه أن يدفع الثمن وهو ماضي على إقفال الحدود التركية مع سوريا وعلى منع توريد السلاح والمسلحين للجماعات التي لا تميز نفسها عن الارهاب او التي تنضوي تحت رايه الارهاب، فان يكون الغطاء الامريكي على الاقل معطلا، انا ما بدي اقول انه سيمنح الامريكي غطاءه لهذه الحرب، لكن لن يمنح الامريكي غطاءه للنيل من هذه الحرب، يعني سيكون محيدا، هذا الروسي من حقه يعتبره انجاز؟ نعم هو انجاز. هذا يسهل شروط خوض الحرب؟ نعم يسهلها. بقاء التركي والسعودي بعقدها نسبيا نعم لكن مش مثل إذا الأمريكي معهم وبالتالي ما فعله الروسي لحسابه حقه وما فعله في قلب هذا الحساب لحساب المعركة هو مكسب جمعي بقلب التناقضات طبعا بيجي حدا بيقول لكن كان يمكن لهذه الحرب أن تكون بفرص أفضل لو تم استمرارها بدون منح الخصوم فرصة التنفس على كل حال هاي فرضية مش أكيدة لكن بدي افترض انه بمحلة بدي افترض انه بدل تدمر كان الافضل ان تستمر الحرب في شمال سوريا لكن بدون روسية ايهما الخيار الامثل ان تذهب الى تدمر ومعك روسيا ومن ثم تعود الى شمال سوريا ومعك روسيا من ان تخسر روسيا بالتحالفات ما في رزنامة الحرب تحكم الحلفاء رزنامة الحلفاء تحكم الحرب وبالتالي هلا بنحكي بلبنان مثلا انه المقاومة حدا عنده شك بانه حلف الرئيس بري معها والعماد عون معها وحلف استراتيجي يعني حدا عنده شك انه اذا اجى حدا هلا قال له للرئيس بري شرف قول كل التمثيل الشيعي نواب ووزراء ونائب رئيس جمهوريه اخي وفوق منهم بس انت بيع سلاح المقاومه وتخلى عن المقاومه بيمشي لا العماد عون نجيب لك الاغلبيه اللي بتعملك رئيس جمهوريه ونجيب لك التلتين النصاب بس مضيلنا هون على انك تسحب سلاح المقاومه طيب ما هو لو هذا رهانه وراح بحرب تموز يا سيدي حيد كان لكن هذين الحليفين الاستراتيجيين ما بيمشوا على المعركه مثلك انت بتفوت بمعركه يا مقاوم يا حزب الله بنص الطريق اذا بتتاح فرصه تسويه بيجي سعد الحريري ووليد جملاط عند الرئيس بري بيقولوا له انه نحن مستعدين نمشي بحكومه فيها ثلث معطل بيقول لهم يلا مشينا وبيقول له حزب الله جايب لك انجاز عظيم يمكن حزب الله يكون حسابه غير هيك يقول لا بنكمل وبعدين بنوصل لكن دائما في التحالفات في معادلتين المعادله الاولى من ايام النبي نحن برمضان هلا في قول الرسول بيقول اذا اردتم السير معا سيروا سير ابطائكم انه بقلب هالمشوار في عشرة ماشيين سوا في اثنين مشيتهم فشختهم صغيرة مش مرجلة انك تقول لهم يلا عجلوا وتجرهم وتسحبون وراك لانه هم راح يكملوا معك الشوط لا تقدر تكمل مشوارك انت وياهم بدك فشختك تمشي على فشختهم هذا مبدأ هذا مبدأ بالتحالفات الروسي لحساباته الدولية هو الأقل سرعة في الخوض المتواصل للحرب حتى نهايتها عظيم بدنا نحط توقيتنا على توقيته مش بدنا نق على توقيته ونشكك ونخون بحساباته اثنين بدنا نمشي على توقيته بحساباته وبالمقابل نستثمر الأوقات المتقطعة لإعداده ولتحضيره ولتوظيفه لتثمير بأماكن أخرى كما حدث في حرب تدمر ليش هي يعني انجاز بسيط حرب تدمر وهلا انجاز بسيط الرقة بانتظار ان تجهز معركة النصرة انه الجيش السوري استثمر الوقت الضائع فيما الامريكيين يتعثرون ويغرق حلفهم في معركة الرقة شمالا ان يدخل اليها من الجنوب الغربي ويحقق انجاز امام العالم انه هو جماعة الامريكان بيفشلوا هي الجيش السوري عم يربحوا حلفائه دائما هناك معارك يمكن للتحالف أن يبقى متماسكا بخوضها وهناك معارك يجري تجميدها حرصا على بقاء التحالف متماسكا هذا منه معيب هذا هذا لقاء في قلب استراتيجية الحرب الواحدة وإعادة تقييم وتيويم لتكتيكاتها بما ينسجم مع مصالح التحالف الأمر الثاني اللي بيحكم التحالف إذا كان الأمر الأول أن تسيروا سير أبطائكم وإذا كان المبدأ هو مراعاة متبادلة للخصوصيات والحسابات في باسوأ الاحوال يا سيدي، في خلافات بقلب الحلف. لما بيكون مفهوم العمل السياسي شو هو اصلا؟ انه في قوه واحده تستطيع ان تحقق كل اهدافها بالعالم كله بدون تحالفات، في استحاله. اصلا الرئيس الاسد من اليوم الاول لاندلاع الازمه في سوريا التي تحولت حربا بسرعه لان القرار هو حرب يستثمر ازمه. طيب شو عمل؟ بنى حساباته على كيف يستنهض بالتاريخ وبالجغرافيا القوى اللازمة لمواجهة استحقاقات الحرب مش جميع دولة بقدرات سوريا الدولة اللي نص شعبها مربك وربعه مأخوذ في الضفة الأخرى بيقدر ينتصر لا كان رهانه أو حسابه أو خطته أن يصمد الوقت اللازم حتى يستنهض الحلفاء قدراتهم التاريخ يستنهض فئات من الشعب السوري لتدرك حقيقه المعروض عليها بدل النظام فتعيد التحاقها وترتيب اوضاعها لتكون جزء من معادلته، وهذا اللي صار بالانتخابات الرئاسيه بشهاده كل العالم بانه مشهد الطوفان الشعبي والبشري كان ثمره لاعاده تقييم وحسابات اجراها السوريون انفسهم. وبالمقابل بالجغرافيا استنهاض قوى ترى بان بقاء سوريا حيث هي في معادلات المنطقة حفظا لمصادر قوتها بينما نقل سوريا من ضفة إلى ضفة في حسابات المنطقة هو كسر لمعادلات القوة هذا هو حال إيران هذا هو حال حزب الله هذا هو حال روسيا أن روسيا من أيام كاترين الثانية نظرية الأمن القومي الروسي أن أمن موسكو يبدأ من دمشق حزب الله حكى سماحة السيد حسن مباشرة بصوت الواضح كسر سوريا هو كسر ظهر المقاومة وسندها ولن نسمح لأحد بأن يكسر ظهرنا وسندنا إيران أن الرئة التي تتنفس منها معادلة فلسطين ومعادلة المتوسط هي سوريا وبالتالي استنهاض الجغرافيا هو هذا وبهالمعنى التحالفات أساس هلا بالتحالفات مثل ما قلنا ما في تماهي السياسة هي المعادلة التي لا بد من أن نحفظها السياسة ليست أن التحالف الاستراتيجي يكفي يعني هو صناعة تحالف استراتيجي السياسة ليست صناعة تحالف استراتيجي تحالف الاستراتيجي تصنعه المصالح العليا والأهداف البعيدة والسياسة ليست ترجمة التحالف الاستراتيجي بتحالفات تكتيكية لأنه أوتوماتيكيا التحالف الاستراتيجي بينتج تحالفات تكتيكية يعني إذا سوريا والمقاومة حلفاء استراتيجيين أوتوماتيكيا برئاسة الجمهورية بلبنان بدني لا تفاهم اوتوماتيكيا واذا سوريا وايران حلفاء استراتيجيين اوتوماتيكيا تفاهم على حكومه في العراق بده يكون تحالف تكتيكي طبيعي بيناتهم فالسياسه ليست انشاء تحالف استراتيجي والسياسة ليست إنتاج تفاهمات تكتيكية بحصيلة هذا التحالف الاستراتيجي السياسة ليست خصومة استراتيجية أنه أنا وإسرائيل أعداء لأنه هي المصالح والمكونات تنتجها والسياسة ليست إدارة المواجهات التكتيكية مع الخصم الاستراتيجي تقنيا كيف بتخوض حرب بعملية إذا إسرائيل فاتت هاي مش السياسي ما هي عدو استراتيجي فأنت تكتيكيا أوتوماتيكيا رح تتواجه معها شو هي السياسي؟ السياسة هي أمرين واحفظوهم السياسة هي إدارة حلف تكتيكي مع خصم استراتيجي أنه إذا الأمريكي هلأ إجا يقول تعوا يا خيمة نمشي بتفاهم بجناف بحكومة موحدة لا تنسى أنه خصم استراتيجي وأن تنجح في إدارة الحلف التكتيكي معه بدون أن تسقط الخصومة الاستراتيجية هاي السياسي مش تصير زلمة الأمريكان لأنه عملت معهم تفاهم ولا تدير ظهرك للتفاهم لأنه عارضينه الأمريكان وهن خصم استراتيجي اتقان هلأ التفاهم النووي الإيراني شو هو هو تفاهم تكتيكي مع خصم استراتيجي هاي السياسي البراعة السياسية هي هنا البراعه السياسيه ان تدير خلاف تكتيكي مع حليف استراتيجي انه انت وروسيا حلفاء استراتيجيين في خلاف تكتيكي شرف مرجل بان تنجح بادارته بدون ان تخسر الحلف الاستراتيجي. فالسياسه ليست اداره الحلف التكتيكي مع حليف استراتيجي ولا اداره الخصومه التكتيكيه مع خصم استراتيجي. السياسه هي براعة وفن ادارة حلف تكتيكي مع خصم استراتيجي وبراعة وفن ادارة خلاف تكتيكي مع حليف استراتيجي. شكرا والى اللقاء في الحلقة القادمة. ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون دقيقة مع ناصر قنديل برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز ستون دقيقة مع ناصر قنديل تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع مواقف قادة وناشطين رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها ستون دقيقة مع ناصر قنديل 60 دقيقة مع ناصر قنديل